أهلا بكم من جديد مشاهدينا. العديد من صناع المحتوى أبدعوا في تصوير فيديوهات توثق زيارتهم للمعرض الدولي إكسبو 2020 دبي. نرحب اليوم في الاستديو بضيفنا الشاب السوري وصانع المحتوى طان الشاوي، والذي قام بنشر عدة فيديوهات عن إكسبو وأبدع في تصويرها. صباح الخير وحياك الله معنا في إكسبو هذا الصباح. ربي يخليكم يا رب. بداية دعنا نتحدث عن بدايتك وعن دخولك في هذا المجال. أوكي. هلا صراحة فيك تقول أنت البداية هي كانت صدفة وقويت أكثر يعني قويت حالي فيها أكثر. هي كنت أنا بحب صور، ولكن ما بحب أتصور، بحب صور أماكن، بحب صور أي شيء حبيته، بس ما بحب أطلع بالكاميرا أبدا. فمرة كنت عم جرب الفيسبوك، كانوا منزلين اللايف ستريمينج، ففجأة قلبت الكاميرا علي، فالعالم صارت تحكي معي إنه هاي طه كيفك مدري شو، فأنا صرت جاوبهم، فالعالم حبت. وأنا كنت كتير من النوع الخجول، حتى عملت بالأخير كورسات تقديم تلفزيوني، كورسات عن اليوتيوب، كورسات أخباري، فحاولت أدخل بهذا المجال أكثر لأنه حبيته وحبيت الشيء اللي عم نقدمه. يعني حلو، يعني طه أنت اكتشفت الشيء اللي تحبه وطورت نفسك فيه من خلال تماماً. مع أنه كنت يعني بعيد عنه، يعني كنت بحالة خجل إنه لا أنا ما راح أطلع على الكاميرا. بصور بس الشيء الحلو. جميل حلو. إنزين طه، أنا دائما كنت أقول أن إكسبو فتح المجال لكل شخص مبدع. صحيح. يعني يحصل الكثير من محتوى يقدر يبدع فيه في هذا المكان. صحيح. أبغي أعرف أنت كيف قدرت تبدع في إكسبو 2020 دبي؟ أول شيء صراحة إكسبو هو يعني مكان الإبداع، يعني أي شخص فيك تقول أي فنان أي شخص بيدخل رح يصيبه إلهام للشيء اللي خاص اللي هو عم يقدمه. فأي صانع محتوى حيروح لهنيك ممكن يطلع فيديوهات، يعني لحد الآن عملت 2 فيديو والثالث على الطريق ولسه مستمتع، وكل مرة بقول نيكست فيديو والبهير. يعني صراحة مكان رائع، يعني بيغطي كل شيء بدك إياه، إن كان ثقافة إن كان فن إن كان أكل، للأشخاص اللي بتصور فوديز، للمغامرات، للنشاطات، يعني بشكل واسع بيغطي كل المجالات. جميل. فجدا ممتع أنه واحد يروح ويقضي وقته هناك ويصور فيديو. جميل جميل جميل. طب نحن بننتقل الآن لنشاهد تقرير أتوقع خاص فيك بأعمالك حول إكسبو 2020 دبي. أوكي. ومن بعدها إن شاء الله بنرجع وبنكمل هذا الحوار معك. مشاهدينا ننتقل الآن لمشاهدة بعض من اللقطات لصانع المحتوى طه شلاوي. يا سيدي، من يومين كنت لك بثالث أكبر محفل بالعالم من بعد كأس العالم ومن بعد الأولمبياد. عرفت شو هو؟ دقيقة رح لك شيء، وبيصير كل 5 سنين مرة. واو، ويلكم تو إكس. بالسعودية، وبس تدخل على الجناح السعودي رح تطلع على سلم التراث العالمي،
هون بتشوف 14 موقع تاريخي في السعودية، وبعد هيك بتوصل لمنطقة اسمها الأرض والشعب، هون بتشوف المناطق السياحية والتراثية والدينية بالسعودية وبطريقة رائعة. ومن الحاضر اللي عم تشوفه هلأ أنت بالفيديوهات رح ننتقل مباشرة إلى مستقبل السعودية في عام 2030. وإذا أنت من عشاق القهوة العربية فلازم تجرب النكهات الخاصة اللي موجودة هناك، لأنه هي فقط موجودة في إكسبو. أهلا ومرحبا بكم في سرد. إحنا في سرد نقدم القهوة ب 13 طريقة تنمية على 13 منطقة إدارية في المملكة العربية السعودية. ورح خبرك كمان على الكاسة اللي موجودة عندهم اللي مصنوعة من البسكويت، بعد ما تخلص فيك تاكلها، يعني نوع من أنواع الاستدامة. ومن بعد السعودية اتجهت مباشرة إلى سويسرا. إنها سويسرلاند. هلأ هون رح تشوف أنت السجادة الحمراء كيف منعكسة على المبنى لحتى تشوف العلم السويسري. أول محطة داخل الجناح بيكون عندك الكهف الكريستالي، وأحلى تجربة بالجناح السويسري هي لما بتدخل على بحر من الضباب. هون بتحس حالك كأنيك بسويسرا، بضباب سويسرا وبجبال سويسرا، شيء رهيب ورائع. هل تعلم أنه سويسرا صنفت بالدولة الأكثر ابتكار بالعالم؟ ليش؟ رح قلك ليش. أول ما تطلع على آخر قسم رح تلاقي الاختراعات والابتكارات الخاصة فيهم، وبتلاقي نقط من الماء عم تنزل. هون بتجي بتسألهم أنه ليش عندكم نقط عم تنزل، فبيقولوا لك لأنه كل قطرة تحسب. وهل من المعقول أنه نوصل على سويسرا وما ناكل شوكولا؟ وبعد ما خلصت الجناح السويسري وقبل ما قرر لوين بدي روح، لفت نظري الجناح المصري وزحمة العالم اللي ناطرة على الدور. هون قلت خلاص لازم أدخل. إنها أم الدنيا مصر. بالجناح المصري بيتم استقبالك من تابوت فرعوني لكاهن اسمه بسماتك بن أوزير، عمره أكثر من 3000 سنة. بتبلش تشوف حضارة مصر من 7000 سنة لليوم عن طريق أحدث وسائل العرض المتحفي، وبتشوف كل الإنجازات المصرية والمعالم السياحية والأثرية، وحتى بتشوف النظرة المستقبلية لمصر عام 2030 عن طريق آلة الزمن. وهي خسرت، قوم روح على إكسبو لأن الحكي مو مثل الشوف. أهلا بكم من جديد مشاهدينا. إذا تابعنا وإياكم هذا التقرير وهذا التصوير الخاص بالمحتوى الذي قدمه طه نشاوي، والذي يقوم دائما بتصوير يعني لحظاته المميزة في إكسبو 2020 دبي. عودة مجددة لك في إكسبو هذا الصباح. حاب أتعرف، إذا هذا الفيديو اللي شفناه هو واحد من الفيديوهات اللي أنت حطيتها في اليوتيوب توثق لحظاتك في إكسبو، ماذا عن الفيديو الثاني وأيضا الثالث القادم مثل ما ذكرت؟ هلأ صراحة الفيديو الأول هو كان شرح تفصيلي أكثر عن جناح السعودية، عن جناح مصر وعن جناح سويسرا. الفيديو الثاني هو عن الشخص لما بيروح إكسبو شو لازم يعمل، يعني ممكن يزور هذا الجناح لحتى يجرب الآيس كريم، ممكن يروح مثلا لوكسمبورغ في السلايد كتير حلوة. فكان هيك سريع من كل جناح خلينا نقول، وكل مكان شو لازم يعمل فيه وكيف يستمتع بإكسبو أكتر. نعم جميل. أما الفيديو الثالث إن شاء الله هو للأشخاص اللي بتحب الأكل، يعني نحن كل مكان أنا بقولهم أنه إكسبو هو يعني الحواس كلها بتشتغل، الروائح بتعرفي في أماكن بتكون حاطة رائحة من نفس بلادون، لما بتطلع بيكون في المطاعم. فحبيت أنقل الإكسبيرينس تبع الأكل، بالأخص أنه أغلب الأجنحة هونيك جايبين الأكل ومكوناته من البلاد، فبعتقد أنه تجربة كتير حلوة حتكون. صحيح. نعم جميل جدا. مثل ما ذكرت أخويا طه بأن كان الفيديو أو المحتوى الثاني عن الأشياء اللي
تلفت انتباهك في صحيح. إكسبو. حدثنا عن هالفيديو بشكل تفصيلي أكثر، خبرني عن الأشياء اللي لفتت انتباهك ويمكن ما لفتت انتباهك وأحد المتابعين خبرك عنها، حدثني عن هذه الأمور بشكل تفصيلي. أوكي هلا الصراحة هيك حسب ما بتذكر، مثلا سوريا عندكم الموسيقى أو الأنشودة الأول وحدة في العالم اكتشفت بسوريا، هن عاملينها كلحن جديد وفي لها هيك روم خاصة. بصراحة شعور كتير حلو، بالأخص أنه مثلا أنا من سوريا فلما بتسمعي شيء من الجزر كان كتير له وقع خاص، بالأخص أنه هن اسمها أنشودة نيكال، فبيحكوا لك قصتها لهاي الأنشودة والإله تبعها وا فبتحس أنه في علاقة مترابطة بيناتنا. مثلا لوكسمبورغ في السلايد كتير حلو، ما كنت متوقع أبدا أنه بأحد الأجنحة يكون في سلايد. مصر تكلمنا عن مصر رهيبة. مصر صراحة يعني صعقت لما دخلت، تحس حالك انتقلت إلى مكان تاني، كله طريقة العرض رهيبة، الآثار أو المستنسخ عنا الموجودة كمان، يعني بس بتقعد هيك بتتفرج أنه واو. رحلة عبر الزمن اللي بياخدوك فيها كمان بتقول يعني ما شاء الله. صراحة كل جناح بتلاقي فيه لذة معينة ممكن تكون لشخص معين هو تجذبه أكثر من الثاني، فحلو أنه واحد يروح يعيش هدول الأجواء بكل جناح. صحيح، أنت اليوم شوي في موقف صعب طه، لأنه يصعب الحديث عن إكسبو ومحتوى صحيح. في دقائق قليلة صحيح. يعني لكن نحن نشكر وجودك معنا اليوم وأيضا المحتوى اللي تقدمه على التواصل الاجتماعي لنشر التوعية وأيضا أهم الأماكن اللي والتجارب التي يمكن زيارتها في إكسبو، ويعني لكل واحد أنه ما يفوت الفرصة صحيح. ما بقى من إكسبو إلا صحيح. شهر صحيح. شكرا لك طه نشاوي على وجودك معنا اليوم. سيد الله. شكرا لكم.